النادي الاهلي في على مدار تاريخه، على مدار تاريخه. لانه مؤسسه بيدار كمؤسسه احترافيه يعني من ساعه ما وعيت على الكوره، والنادي الاهلي هو النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي من 50 سنه 60 سنه 70 سنه هو النادي الاهلي دلوقتي. انا بقى راجل كذاب وراجل مش واقعي وراجل يعني بفقد مصداقيتي بشكل كبير جدا لو قلت غير كده. انا زملكاوي لحما ودما ما فيهاش كلام غصب عن عين اي حد، لكن النادي الاهلي ضروري لما يجي سيرته ضروري تتكلم عليه باحترام لانه يستحق ده. ضروري يعني ما فيهاش كلام، يستحق ده. وده احنا شايفين على عينك يا تاجر، العمليه واضحه جدا يعني مش محتاجه راي كمان يعني.